كان لديكم تعليق الحقيقة على صفحتكم، ولكن نريد تعليق الآن على الهواء مباشرة من هذا المنبر. ما هو ردكم الأول حول هذا الخطاب؟ وإذا كان هناك خطورة ربما وتداعيات، ما هي بالضبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أن الرد الشعبي جاء أسرع مما يتوقع الفريق السيسي. لقد خرج الشعب بالفعل على الأقل حتى الآن في 5 محافظات، بتشمل محافظات في الصعيد وفي الدلتا وفي السواحل، دمياط، القليوبية، كفر الشيخ، المنوفية والمنيا، وأعتقد باقي المحافظات ستتوالى بطريقة تلقائية سريعة لترفض بيان الفريق السيسي، وتقول أنها ترفض جر البلاد إلى نفق مظلم. هو الذي يريد جر البلاد إلى نفق مظلم، بل وضعها في هذا النفق عندما قسم البلاد وانحاز بالقوات المسلحة إلى فريق سياسي ضد فريق سياسي آخر، وعندما رفض الامتثال لأوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الشرعي، وخان القسم وحنف به الذي أقسم على احترام الدستور فقام بتعطيل الدستور. أعتقد أن الرد الشعبي سيتوالى، وأنه هو الآن تعجل مليونية الجمعة، لأنه أعتقد الملايين ستكون أكثر وأكثر الليلة وغدا ويوم الجمعة، ستكون ملايين حاشدة لرفض الانقلاب ورفض الحكم العسكري الدموي ورفض قتل الأبرياء وسفك الدماء. وهذا طبيعة المصريين، الذي يقتل الآن هو القوات الشرطة بإعاد، هو أعطى الشرطة أوامر، يعني هو الآن الحاكم الفعلي الذي يدير شؤون البلاد، وهو الآن يتستر بكلمة تفويض من الشعب، هو الآن يحكم بالفعل ويقتل بالفعل، ولكنه يريد أن يرتكب مجزرة أكبر وأشمل لتكون نهاية دموية للانقلاب الذي سينتهي بهذه النهاية الدموية، وسيبحر الشعب هذا الانقلاب مهما كانت التضحيات. نعم، يعني الفريق السيسي دعا الآن المصريين للخروج يوم الجمعة في مظاهرات، قال تفويض لاتخاذ إجراءات ضد ما سماها العنف والإرهاب المتوقع. يعني ماذا يقصد بالمتوقع ثم التفويض؟ يعني هل هؤلاء الذين يتظاهرون الآن هنود؟ أليسوا مصريين؟ كيف يمكن فهم هذا الخطاب؟ كلمتين فيهما مفتاح ما يريده. كلمة المتوقع تعني أنه يريد أن يرتب شيئا يسمي إرهابا، يريد أن يرتكب عنفا ويلبسه للمتظاهرين السنيين، يريد أن يخطط مؤامرة كما خطط مؤامرة الحشود التي استجاب لها سريعا ولم يستجب للحشود المضادة الأقوى منها والأكثر عددا، فهو يريد أن يفعل شيئا ليلصقه بالمتظاهرين. ونحن شعارنا لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتل، إني أخاف الله رب العالمين. إذا كان هو لا يخاف الله ولا يخضع لله سبحانه وتعالى، وقتل الركع السجود وقتل النساء وقتل الأطفال، هذا شيء يدل على أنه لا يتورع عن فعل أي مجزرة. الأمر الثاني هو التفويض، هو حاكم فعلي بالفعل، الانقلابيون يحكمون بالقوة المسلحة وليس بتفويض شعب. هذا شيء عجيب في تاريخ الأمم والشعوب، أن يتصور إنسان أنه هو يريد تفويض من الشعب ليقتل نصف الشعب الآخر أو يقتل ثلثين الشعب الآخر. هل هذا الكلام يعقل من إنسان درس في أكاديميات عسكرية، ولا هي أمريكا علمته كده لما كان بيروح أمريكا، علمته أن يقتل الناس؟ لو كان راح الصين نقول هيقلد الصينيين في الميدان السماوي، لكن أمريكا ما بتعملش كده، أمريكا ما بتعلمش كده. فإذا هو جاء لانقلاب عسكري دموي فاشي، يريد أن ينفذ مجزرة، يريد أن يقتل مئات الآلاف، وهذا لن يمر أبدا، لأن الشعب أحرص على الدم من القادة الانقلابيين والذين يحرضونه. طيب، نقدر انشغالاتكم دكتور عصام العريان، ولكن سؤال أخير، إذا كان أنتم تتوقعون بأنه يحضر كما قلت ربما لما هو أشنع مما حصل إلى حد الساعة، ما هي رسالتكم لثلاث أطراف على الأقل، الشعب المصري والجيش المصري وللأمة العربية وللدول الغربية التي تتابع؟ يعني يفترض أن يكون هناك خطاب واضح الآن، لأنه ربما ما ينتظر مصر لا قدر الله سيكون سيء جدا. رسالتي أنا كتبتها على صفحتي كما أشرت، وأنا أقولها من على منبر قناة الحوار التي أحييها وأحيي العاملين فيها، وأقول للشعب المصري تمسك بحقك في دولة حرة مستقلة، تمسك بحقك في استكمال المسار الديمقراطي والدستور الذي استفتيت عليه وأقريته، تمسك بحقك في رئيس مدني لدولة ديمقراطية حديثة وبرلمان منتخب، وإياك أن تفرط في هذه الحقوق، لأنه من فرط في وطنيته مرة واحدة عاش أبدا الدهر، كما قال سقيم الوجدان، كما قال الزعيم مصطفى كامل. الشعب سيخرج وهو لا ينتظر من دعوة من أحد، خرج بالفعل. أقول للدول الغربية إذا لم يكن هذا هو الانقلاب قولوا لنا اسمه، إذا لم يكن القائد الفعلي للبلاد والشريك السيسي
الذي تأتون لتلتقون به؟ قولوا لنا يبقى مين قائد البلاد الفعلي؟ هو ده انقلاب. انتم خايفين تقولوا انقلاب لان عندكم قوانين تمنعكم من التعامل مع الانقلابيين. اذا انتم لا تحترمون لا العقول ولا القوانين ولا الدستور ولا الديمقراطية. انتم الان تهدمون كل ما اردتم ان تبنوه من جسور ثقة بينكم وبين الشعوب العربية والإسلامية عبر تشجيع الشعوب على المسار الديمقراطي. ومن يصدق الآن أي مسار ديمقراطي؟ تقولون أنه فرصة تانية وفرصة ثالثة. هنقعد نجرب؟ هو احنا هنا جمهوريات موز؟ مصر لا يمكن تكون جمهورية موز. مصر أقوى وأعظم من هذا بكثير. مصر علمت الدنيا من 7000 سنة وستظل تعلمها بإذن الله. أقول لي قلت الرسالة الثالثة لمين؟ لدينا الجيش أيضا ولدينا الدول العربية يفترض أنها متابعة. نعم، الدول العربية لم تفقد الأمل. مصر ستظل هي الرائدة، والشعب المصري لا يدافع عن حقه فقط في حياة حرة كريمة ولا استقلال إرادته ولا نظام ديمقراطي. الشعب يدافع عن حق العرب جميعا، لأنه إذا فقط التجربة الديمقراطية في مصر فلن يستطيع العرب أن يقيموا حياة ديمقراطية في أي بلد من البلاد. أما الجيش فأنا أقول لأبناء الجيش الشرفاء الأتقياء خير أجناد الأرض، أقول لهم أنتم من الشعب وإلى الشعب، أنتم ترون إخوتكم وأخواتكم وأقاربكم وجيرانكم، أنتم موزعون على كل قرى مصر وبلاد مصر. أنت كجيش موجود فيك 450 ألف إنسان موجودين من 4500 قرية مصرية. أنتم تعرفون من الذي خرج ومن الذي أخرجه، وهل هو سلمي أم لا، وهل هو عنيف أو لا، وهو إرهابي أو لا. إياكم أن يستدرككم القائد الموضوع بحكم السبابة الآن، لأنه فقد سلطته كقائد منذ عزل الرئيس. إياكم أن يستدرككم إلى قتل مزيد من المصريين، أو ترتكبوا سفك الحرام في شهر رمضان، أو تنالوا من إخوانكم وأخواتكم المتظاهرين السنيين. نحن مظاهراتنا سنية، قوتنا في سنية المظاهرات، قوتنا في وحدة المصريين جميعا ضد الانقلاب، قوتنا في أننا نرفع كف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم، أن يمنع سفك المزيد من الدماء وأن يحقن دماء المصريين جميعا. نقول للذين يقتلوننا نحن أعرف على حياتكم من أنفسكم، لأنكم تريدون أنفسكم الآن موارد التهلكة في الدنيا وفي الآخرة. ولن يمر هذا الانقلاب أبدا، ولن تكون هناك حرب أهلية أبدا، ولن يكون جيشنا جيش طائفي أبدا، ولن تتحول الشرطة المصرية إلى ميليشيات كما تحولت في بلاد أخرى. مصر ستبقى أقوى إرادة وأعظم يعني حرية واستقلال حقيقي للوطن. هذه رسالتنا للجميع، وعليكم أنتم في قناة الحوار أن تقوموا بدوركم لكي يقوم المجتمع الحر في العالم، ولا أقول الحكومات، الشعوب الحرة في العالم، أن تمنع هذه المجزرة التي يدبر لها الفريق السيسي عبر رسائلكم الإعلامية في هذا الشهر وفي هذه الأيام المباركة. الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، شكرا جزيلا لك. إذن هذا كان